راح فين البيت؟ راح فين؟ ايه ده؟ مش معقول. هو يا ربي الحمد لله، كان نفسي اشوفك من زمان. انت مرخص لي صح؟ انت بتتكلم جد؟ ايوه ما بتكلم بجد، ما بتكلم بهزار. حضرتك انت تامر حسني الفنان، تامر حسني. كنا بنفسي اسمع صوتك وانت بتغني. تامر حسني؟ امال حضرتك انا سعيد الاسطوره شبيه محمد رمضان نمبر 1. عارفني؟ والله مش واخد بالي، بس كل انا حاسس ان انت في يعني كلك تامر حسني. انا عايزك تغني لي كده ايه حاجه حلوه كده لتامر حسني، يعني يا نور عيني دميني. دميني ايه يا حاج؟ انا سعيد الاسطوره، ثقه في اللي انا جاي. طب انا عندي ليك صفقه حلوه، بما انك يعني ايه واد روش زيي، ايه رايك ما شغلك مدير اعمال؟ بجد؟ بجد، ايه رايك؟ ماشي ايه؟ ماشي. تبقى ايه؟ ايه؟ تبقى مدير اعمال. هبقى مدير اعمال. امشي في كل حته كده، تبقى معايا ملازمني في كل حاجه. ماشي. موافق؟ موافق. انت النصاب اللي نصبت على ابني؟ هو حضرتك مين يا حاج؟ انت النصاب اللي نصبت على، مش انت ملك جمال الشرقيه؟ ايوه انا ملك جمال الشرقيه. انت فين ال 20 جنيه بتاعتك؟ سيبني الطلعه دي. بس يا بابا. انت مين يا ابني؟ انا مدير اعمال. مدير اعمال ايه؟ انا ليا دلوقتي 20 جنيه، انت مش خدت ابني وشغلته عندك وقلت له انت السكرتير الخاص بتاعي وقلت له هديك 20 جنيه؟ ايوه حصل. انت أيوة. مين؟ فين ال 20 بقى؟ انت عايز اعرف انت مين؟ انا الحاج ابو السعداني، انا عايز دلوقتي ال 20 بلبل، والا بص هفرتك الدنيا. اصرف معايا، اصرف معايا البلبل. ال 20 جنيه عندي، بس هنعمل تحدي. انا عايز ال 20 جنيه دلوقتي اهو. ال 20 جنيه انا مش هتحرك من هنا غير لما بص هاخد ال 20 جنيه. انت عمري معاك ضمنهم، معاك ضمنهم معايا. ال 20 جنيه معاه، بس هتعملوا تحدي وهتاخد 40 جنيه. 20 باوند حالك. 20 باوند. ما هو التحدي؟ التحدي نتحدى بعض، نتحدى بعض. خلاص اوكي، يعني هتاخد انت بتاعه الزمالك هتاخد ونتحدى بعض وندي قفلات. ادي يا باشا، انا اكس برين هيس معاكم. يلا هتاخد 40 جنيه. حته من عندك يلا. 20 مني بتوع اللي نسب على ابنه. ال 20 اللي نصب على ابنك فيهم، وال 20 الثانيه تكسب التحدي. خلاص اوكي انا معاك. انا خش اجيبك. ابدا انت انضمت له؟ عشان انت نصاب وحرام. لا 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 ولد عيب. حبيبي 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 انت ولا حاجه. ولد عيب. بص كده، كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده معانا شبيه الفنان محمد رمضان. ايه ده؟ مين يا عم الحاج؟ الحاج ابو السعداني. كل الناس عارفاني انا. خلينا بس مع شبيه محمد رمضان. شبيه الفنان محمد رمضان موجود في الشرقيه ومع ملك جمال الشرقيه، هيخشوا هما الاثنين وعاملين تحدي كبير جدا 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 جدا. خلينا نتعرف على شبيه الفنان محمد رمضان. سعيد اهلا وسهلا بيك. تمام، منور منصه كبير ميديا واللي عرفك بمال الشرقيه. خلينا بس نتعرف بيك الاول قبل ما تقول لنا ايه السكه اللي لميتك على الكائن ده. حضرتك انا شبيه الفنان محمد رمضان، نزلت عادي فما اعرفش انه نصب على ابن الحاج السعداني، فانا قعدت على الطريق مستني واحد ياخدني عشان رايح اعلان بره، فلقيت دوت يقول لي مش عارف انا عايزك مدير اعمالي مش عارف ايه، فقلت له ماشي تمام. فبمشي لقيت الحاج السعداني يقول لي ده نصب على ابني، فاحنا عايزين نعمل الحكايه ديت. فقلت له ال 20 جنيه دي من عندي، وال 20 الثانيه عشان هنعمل تحدي لو كسبت هتاخد ال 40 جنيه. حصل يا باشمهندس. وانا دلوقتي انا يعني بص انا جاي اخرب الدنيا، يا ال 20 جنيه بتاعتي يا ال 20 جنيه بتاعتي برضه. هي كده. انا عايز اسالك سؤال، انت اتكعبلت في ملك جمال الشرقيه فين؟ بقول لك قاعد برن على واحد عشان نروح مشوار في اعلان، فلقيت دوت داخل عليا. ايه انا ملك جمال الشرقيه. فقلت له اتفضل، عايز ايه يعني؟ قال لي انا عايزك مدير اعمالي، واداني الميعاد. فبرن عليه بيكنسل عليا، لقيته جه قال لي انا ملك جمال الشرقيه شبه مش عارف، بيقول لي انت شبه تامر حسني. قلت له شبه تامر حسني؟ انا شبه محمد رمضان، انت شايفني؟ فقعدت اعمل لي كده، لقيت الحاج السعداني داخل عليه. لا حول ولا قوه، ده شبه تامر حسني ازاي؟ انت ماشي فاضحنا في كل حته، حتى لما رحت القاهره يعني ما اعتقدش الراجل. عامل ايه يا استاذ؟
عايز يروح مدير اعمال ايه؟ استاذ بعد اذنك، انت كان معاك واحد مدير اعمال. انا دلوقتي ليه 20 جنيه نصب على ابني، نصب على ابني وقال له تعالى اخليك تشتغل مدير اعمال، وانتوا الاثنين صورتوا مع بعض لو تفتكر قبل كده. فين ال 20 بلبل؟ يا عم انا هديك ال 20 جنيه. والله لا انا مش هاخدها منك 20 جنيه، انت راجل غني معاك فلوس، انا هاخدها 20 يورو. يا عم انا هديك ال 20 جنيه. خلاص خلاص انا هديك انا ال 20 جنيه. الله يسعدني، الله يخليك، صباح الفل يا سعداني. انت كان معاك مدير اعمال المره اللي فاتت، وقلت وخدت ولفيته في الدنيا كلها، والراجل بقى مدير اعمالك وقلت له، وقعد يقول عليك فيك اشعار. تمام. دلوقتي الراجل الغلبان اللي هو قابل الفنان محمد رمضان، والفنان محمد رمضان وعده. تمام. انت رحت لفيت عليه. الصوت يا جماعه بعد اذنكم عشان الكلام يوصل للتليفون. انت ما تشتغلش معانا الساعه؟ انا مش هشتغل معاك. ما تشتغلش معايا بجد؟ تعالى انت اشتغل معانا. هشتغل معاك يا حاج، انت باين عليك راجل محترم. هنصور تيك توك وهنخرب بجد. الشنب 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 وجع. استنى بس الدبل دلوقتي، انتوا عمال تتكلموا مش المفروض ان انا اعرف في حرامي هو مين؟ انت لا عيب، ما تقولش عليا كده عيب. انا خدت منك حاجه لو بعد ها انت دلوقتي كل شويه تضحك على واحد وتقول له تعالى وهشغلك معايا. انا مش بضحك، هو انت دلوقتي خلاص يعني الراجل ده المفروض يشتغل معاك المفروض. اه فين الفلوس بتاعته؟ بتاعت مين؟ بتاعت الراجل ده. مش مشتغل معايا ابدا. هو انت هنا المفروض عارف ما جد اشتغل معاك وما خدش الفلوس. فين الفلوس بتاعت ابني المنس؟ طب ما انت جبت له شيبسي. احنا سمعنا ان انتوا داخلين فيلم جديد انت وشبيه الفنان محمد رمضان، هجيب لك انا ال 20 جنيه. استنى على 20 جنيه يعني عشان الفنان ده عمال يوجع مني. انا هنزلك يا ابني، انت مدير اعمال صح؟ انزلك صح. يلا يلا كده. زي ما انتوا شايفين يا جماعه نور الفنان محمد رمضان، حركاته وتصرفاته ونظره عينه. انا عايزك بقى تقول لي يعني هنرجع لملك جمال الشباب. انا ورانا حاجه غير نصايبك سعيد. مصاب حرام. سعيد قول لي يا سعيد، انت انا عرفت ان انت قابلت الفنان محمد رمضان، كان رد فعل